هذا البرنامج برعاية الراعي الرسمي موقع البرق، أخبار أسرع من البرق، مشوار مش بس مطعم، واو كوسمتكس. مولع عنا بالعمارة، مولع ايه مولع، بدك بوليس، عساكر، جنرالات، ضباط، إيه؟ كوماندوز، طيران، شو بدك في عنا بالعمارة؟ إيه؟ صار قتل. قتل 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 صار قتل. ايه قتل إيه؟ ابو عباس جارنا ابصر شو بتغاوش مع ام عباس، مش انا بالبيت سامع الصوت. طيب. يعني بتغاوش وبتناكر، مش بتناكر، وعارف الشكوش شكوش عليه، الشكوش ما غيره، امسك هالشكوش. طيب. طب البدا اياه بروجها نص وجهه، الارض بفرفق، منظر بكشعر البدن. ما خلصتش ام اسماعيل جارتنا، ام اسماعيل قاعده حرام تسمع هالصوت، المره بنيه طيبه بدها تطلع تشوف شو السيري. تطلع هالام اسماعيل لتشوف شو السيري، وهي طالعه ابصر شو بتفتح هالباب، مين بتلاقي بوجهه؟ ابو عباس. وشوفها اثنين مع بعض، بشوفها ابو عباس بتوتر مش بتوتر، بحمل هالشكوش، عارف الشكوش، الشكوش نفسه ما غيره، هذا ابو بوز بيمسك هالشكوش ابو عباس وبالبدها وبالبدها بنص مخ بزر مخ ام اسماعيل، عارف البرواز هذا اللي عليه وحده هيك عامله؟ عليها على الوحده اللي هيك عامله بزر كلها، بزر مخها يعني. ابصر شو اسماعيل بسمع الصوت، عارفه اسماعيل؟ ابن ام اسماعيل، هذا القزم اللي عارفه؟ اسماعيل ابصر شو بسمع الصوت، حرمني طيب بده يطلع شوف مال امه، مال امه، قال لك شو امي مالها شيء، طلع ورا امه بده يفحصها مالها مش مالها، وهو طالع بلاقي امه يا حرام على الارض، ومين قدامه؟ ابو عباس. ابو عباس عارف الشكوش؟ كمان شكوش؟ شكوش ما غيره يا حرام. بكرر اسماعيل وبلبد بنص مخه، لبد لبد بنص مخه، بزر عباس، بزر مخه يعني مش بزره، بزر مخه لعباس. عارف باب الدار عنا؟ عباب الدار وصل، عباب البيت، عباب البيت، هذا بني ادم، هذا وحش، ما عندوش كلب، هذا وحش كاسر. طيب الله يرحمهم يا زلمه، بدك تضل زعلان عليهم كل عمرك انت يعني، خلص طلعوا طلعوا، معنا ما مكوت، مش حيك ماتوا، توفوا يعني، روحوا طيب توفوا، الله يرحمهم يعني، شو والله راحوا، بس انا مكوت على شغله ثانيه يا زلمه. ايه مكوت ابو عباس هالكلب هذا يا زلمه، 10 سنين، 10 قد صار لنا جرح، 10 سنين خبز، ملح، لبنه، شوكولاته، سكر مع بعض، 10 سنين صار لي جمعتين بطلب منه شاكوش، بكذب علي بكل فيش عنده شاكوش. ايه بكل فيش عنده شاكوش، شوف الكذب لوين، شوف العشره، عشره عمر 10 سنين بكل فيش عندي شاكوش. تمكت ولا بتمكتش؟ اطلب لي، اطلب لي شيء اشربه يا زلمه، انا ممكوت، اطلب لي شيء اشربه. من ولا شيء.